ثانيا، وحيث أن المقرر قانونا بنص المادة 25 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: البند ثالثا، الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال. ومن المستقر عليه أنه لا يجوز تحليفه اليمين القانوني وإن كان الحلف لا يرتب البطلان. ومن المقرر قانونا بنص المادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم إلى آخر النص. وحيث أنه ونظرا لما تضمنه كتاب السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة المؤرخ 15/11/2015 من تعذر طرحي محمد مرسي عيسى العياطي للحضور لمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالظروف الأمنية، وحيث أن المحكمة تضع في اعتبارها أمن الوطن وأمانه وهو عذر مقبول، وحرصا منها على تحقيق العدل وإظهار الحقيقة واستجابة لطلبات الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني وأولياء الدم والمتهمين، قررت المحكمة ندب السيد عضو يمين عيسى العياض لسؤاله فيما ورد في التحقيقات منسوبا إليه ومواجهته بأقوال من سئلوا فيها من الشهود، وذلك بجلسة 18/11/2015 على أن يتم إختار النيابة العامة وباقي الخصوم، وصرح لمن يشاء من الدفاع بالحضور.